معانا على التليفون الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الاجسام. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير ومبروك. والحقيقه بطوله مستر اولمبيا دي بطوله صعبه وقويه جدا، والفوز بيها اكيد بيعتبر بمثابه انجاز. شفنا الحزن في 2017 وشفنا نشوه الانتصار في 2020. مفيش شك بطوله اولمبيا للمحترفين هي أكبر بطولة على مستوى المحترفين في العالم، وبيترقبها ملايين الأفراد من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور المكثف لحضور هذه البطولة الكبيرة والمميزة. طيب، اتحاد كمال الأجسام يعني كان في الخبر قبل هذا التقرير بنقول على تكريم كبير يكون يليق بحجم الإنجاز زي ما حضرتك بتتكلم، ايه الخطة اللي انتوا عاملينها ورسمينها، وتواصل حضرتك ايضا مع بيج رامي بعد تحقيقه لهذا اللقب؟ طيب، الاول انا هممني ان انا اقول حاجة عن بيج رامي طبعا، علشان شباب مصر وابناء مصر يتعلموا، بالإضافة للتميز العضلي الغير عادي البيج رامي، لانه مميز بكل المقاييس، وزي ما حضرتك شفت الصور والفيديوهات. انا شفت، كلنا شفنا كده. ما شاء الله، يعني ما فيش عضله في جسمه مش شغاله، ربنا يحميه ويحميه. الله اكبر. لكن الاهم والاهم انه انسان خلوق بشكل غير عادي، ادمي متواضع، حتى تظنين انه خجول، انسان مصلي، انسان بكل معنى الكلمة من كلمة إنسان. فأكيد ربنا سبحانه وتعالى كافأ هذا النجم الكبير بهذا اللقب الغير عادي التاريخي لأنه يستحق. بكل تأكيد. اتحاد كمال الأجسام إن شاء الله بالتنسيق مع معالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحي هينظم احتفالية لتكريم رامي. هو كرمه قبل كده لما خد ثاني علم، ولما خد ثاني علم كان في الوقت ده منصب او لقب هستيري ان مصري ياخد ثاني علم اولمبيا، لان اولمبيا دي حاجه جامده جدا. لما خد اول علم معالي الوزير مشكورا اللي دايما بيرعاه واللي كان متابعه لما كان عنده الكورونا، حتى شفاءه حتى وصوله الى اللقب له دور كبير حقيقه في ذلك. ايه شكل المراسم؟ مش عارف، لان البطوله لسه منتهيه النهارده الفجر، والاتحاد المصري هل هيكون يكتفي بالاحتفال اللي هيعمله وزير الرياضه، ولا احنا هنحاول برضه نعمله شكل من اشكال الاحتفالات المعنويه، لان انجازه رهيب وكبير ومثابر. طيب، بتواصل حضرتك يا دكتور بعد هذا اللقب، يعني اكيد في ناس كتير جدا حاولت توصل لبيج رامي، ولكن حابين نعرف لو كان في مداخله شخصيه تقربنا اكتر عن شعور بيج رامي بعد هذا اللقب. انا المداخله معاه تمت عن طريق الواتساب، وطبعا هو يعني في فرحه غير عاديه، لان هذا اقصى ما يتمناه لاعب كمال الاجسام انه يفوز بمستر اولمبيا، لقب كبير وغالي. والحقيقه هو فرحان جدا لنفسه، وفرحان جدا لاسرته، وفرحان جدا لبلده، وفرحان جدا لمعجبينه بالملايين في الوطن العربي وفي العالم كله. وهو يعني بيستوعب فرحته قدر الامكان، وان شاء الله باذن الله نفرح معاه ان شاء الله لما يرجع بالسلامه. بإذن الله يا دكتور، يعني مع التواصل المرة الجاية وصل له، هو أكيد وصل له مدى يعني السعادة اللي هو وصلنا ليها وفرحنا إزاي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأكيد هنتابع بقى الاتحاد هيكون بيعمل إيه لبيج رامي احتفالا بيه كمان وزارة الشباب والرياضة. كنت معانا الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام المصري، وده طبعا من متابعتنا لأصداء فوز نجمنا وبطلنا البيج رامي بلقب مستر أولمبيا، البطولة الأبرز في العالم اللي بتقام في أمريكا لكمال الأجسام، بعد سنوات من التمرين والجهد والسفر والمشاركة وإن هو يقع ويقوم تاني، كل الحاجات ديت يعني بيكملها بقى إن هو يكون بيفوز ببطولة غالية جدا لكل الناس اللي بتحب كمال الأجسام، عارفة قيمتها، وغالية جدا أكيد بالنسبة له بعد سنوات من التعب.